هذا وقد ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم على مقر قاعدة براك الشاطئ الجوية إلى 134 قتيلا من الجيش الوطني الليبي والمدنيين، وذلك وفقا لمصادر طبية ليبية. يشار إلى أن الهجوم كان قد نفذ أمس عقب سيطرة تحالف الميليشيات المتطرفة على القاعدة قبل أن يستعيدها الجيش الوطني الليبي من جديد. وتنسحب الميليشيات إلى قاعدة الجفرة العسكرية جنوبي سرت وقراها الأخرى بمدينة مصرطة. مشاهدينا، للمزيد حول الأوضاع الميدانية والعسكرية في براك الشاطئ معنا مراسل أون لايف بكر الشرقاوي. بكر، أهلا بك. يعني مزيد من التفاصيل حول العملية الغادرة من قبل الميليشيات المسلحة على الجيش الليبي. أهلا شيماء. بدأ الهجوم على قاعدة براك الشاطئ شمال مدينة سبها في الجنوب الليبي في الساعات الأخيرة من مساء أمس على قاعدة براك الشاطئ. هذا الهجوم تم تنفيذه من قبل ميليشيات ما تعرف بالقوى الثالثة وأيضا ميليشيات سرايا الدفاع بعد التحالف بينهما فيما بينهما البعض، ونفذ الهجوم فور إنزال القوات المسلحة الليبية لخريجي الكلية العسكرية الليبية بقاعدة براك الشاطئ لاستلام مهام عملهم. تم الهجوم على العسكريين من خريج الكلية العسكرية وشباب الكلية العسكرية وهم عزل قبل استلام مهام عملهم بقاعدة براق الشاطئ، وتم تنفيذ الهجوم أيضا على بعض المدنيين العزل في المكان حول ومحيط قاعدة براق الشاطئ. نعم، طيب الضحايا وقعوا وين؟ نعم، كنت سأسألك على أعداد الضحايا حتى الآن. العدد حتى الآن هو حصر غير رسمي من قبل المستشفيات والإسعاف حتى الآن هو 134 شهيد حتى الآن، سقطوا من اللواء 12 مجحفل واللواء 10 مجحفل من منطقة أباري وتراغم. أود الإشارة أيضا أن كان هناك هدنة وتهدئة ووقف إطلاق نار خلال الشهر الماضي عقد بين القوات المسلحة الليبية وتلك الميليشيات وفقا لاتفاق ابو ظبي والذي طلبه السيد فايز السراج وللتهدئه في الجنوب. واستغلوا هذه الميليشيات التهدئه للتحالف فيما بينهما لتنفيذ الهجوم على قاعده براك الشاطئ، وهو ما يهدف الى انه لانهم لم يستمروا في السيطره على القاعده ولا محاوله السيطره عليها، ولكن عادوا ادراجهم مره اخرى الى معقلهم بقاعدة الجفرة الجوية. نعم، طيب بكرة، القيادة العامة للجيش الليبي أكدت أنه سيكون هناك رد قاسي وقوي على هذه العملية، ما هي الاستراتيجية التي يتم التحضير لها الآن ليكون رد قاسي كما ذكرت القيادة العامة للجيش الليبي؟ حتى الآن كان هناك تصريح للسيد عقيلة صالح بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس لمجلس النواب الليبي بأن الرد سيكون حاسم، وطالب بالقضاء على الميليشيات الإرهابية في الجنوب الليبي، وكذلك بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر أن سيكون هناك رد قاسي على تلك الميليشيات. حتى الآن لا توجد أي أنباء عن تحركات عسكرية، ولكن في الساعات القليلة المقبلة قد يتم الإعلان عن تحرك عسكري للقضاء على تلك الميليشيات في الجنوب والعودة مرة أخرى لمقاتلة تلك الميليشيات والقضاء عليها من قبل القوات المسلحة الليبية. طيب الوضع الآن في منطقة براك الشاطئ، هل هي تحت سيطرة الجيش الليبي أو كيف يكون الوضع لديك؟ لا، هي الآن بعد انسحاب، تم الانسحاب كافة الميليشيات المسلحة التي هاجمت القاعدة بالأمس، تم انسحابها من قاعدة براك الشاطئ بعد وصول اللواء العاشر مجحفل للقاعدة، وتم انسحابهم مرة أخرى من القاعدة، وتخضع القاعدة الآن تحت سيطرة القوات المسلحة الليبية. نعم، سنتابع معك بكر الشرقاوي مراسل أون لايف كل ما هو جديد حول هذه العملية الأخيرة، وبالطبع نقدم تعازينا للشهداء الأبرياء لجيش الليبي. شكرا جزيلا لك.